هتظل النوبة جزء غالي وعزيز من مصر الحبيبة، وهتظل الأغنية النوبية لها عشاقها ومحبيها. أنجبت النوبة في جنوب مصر العديد من النجوم في مجال الأغنية والطرب، ولا شك طبعا أن أبرزهم هو الكينج محمد منير، واللي بيعتبر واحد من أهم نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي. من المطربين أيضا اللي أنجبتهم النوبة أيضا المطرب والفنان محمد أبو الشيخ، واللي بدأ مشواره مع الأغنية منذ بداية التسعينيات، قدم العديد من الأغاني واللي ارتبط بيها الجمهور لفترة طويلة. كاميرا فلاش كان ليها لقاء مع الفنان والمطرب محمد أبو الشيخ، واللي هيكلمنا عن أغاني النوبة وكمان أغاني الجنوب وكمان عن بدايته الفنية. تعالوا نشوف لقائنا الجاي بيه وارجعوا لنا مرة كمان. الجنوب اللي هو بقى شامل كل الأغاني، الصعيدي على الأسواني على الجعفري على كل دي طبعا، يعني كل الناس لهم أغانيهم خاصة بيهم واخد بالك، لكن النوبي بيبقى لهم يعني لهجة معينة بيغنوا بيها واخد بالك. لهم بعض الفنانين بيغنوا باللهجة النوبي، اللهجة الفديكي والمتوكي، دي لغة ودي لغة برضه يعني، فده الفرق اللي بينهم يعني، بس مش أكتر من كده. أغانيه واضحة للناس كلها، وانا نفس الشيء برضه يعني اغانيها بقى من الاغاني بتاعتي اللي هي اي حد يسمعها برضه بقى يعني فاهمها واخد بالك، باللغه العربيه بتاعتنا العاديه يعني واخد بالك، ما فيهاش لغه نوبي او لهجه نوبيه اللي هو الفديكي او الكنزي بالنسبه للنوبيين يعني. هي اللهجه النوبي دي عباره عن رطانه نوبي باللغه النوبيه بتاعتهم واخد بالك، لكن بالنسبه للجنوب كله طبعا بيغني بيه او بيتكلم باللغه العربيه العاديه يعني، اه بس كل واحد طبعا له لون في اغانيه يعني مختلفين عن بعض شويه. والله طبعا انا بدات شغلي كان من اسوان، بدايتي كان في الحفلات في المدارس في الافراح بتاعتنا، بعد كده اكتشفني كان ملحن اسمه محمد عبود سكندري، لكن عايش في اسوان عندنا، تزوج وعايش في اسوان وسمعني وبدانا نعمل اغاني بقى مع بعضينا يعني، قال لي انا عايزك نختار مجموعه اغاني كده نعملها مع بعض، وفعلا بدات نفذت اغاني مع مجموعه شباب من عندنا من البلد. قال لي بقى نطلع على القاهرة يعني بحيث نتعامل نشوف أي إنتاج، هو كان ليه طبعا علاقة مع منتجين هنا في القاهرة واخد بالك. نفذت أول كان ألبوم ليا كان في سنة 89، وده الحمد لله كان يعني لقى نجاح كويس مع الناس، وبالنسبة لي أنا كانت فرحة كبيرة بالنسبة لي يعني، لأني لقيت الشريط والشريط ساعتها يعني مسمع في كل حتة. ولسه مكملين كلامنا عن نجوم الفن النوبي، واللي بيعتبر واحد من رواد النوبة في الموسيقى والغنى هو الفنان والمطرب والملحن أحمد منيب، واللي قدم العديد من الألغاني والألحان بصوته، وقدم للكينج محمد منير أكتر من 45 أغنية في العشر ألبومات الأولى. أيضا لحن لعلي عبد الخالق وإيهاب توفيق وعمرو دياب. الفنان النوبي محمد أبو الشيخ يعتبر واحد من نجوم الغنى النوبي، واللي بدأ في التسعينيات، قدم عدد كبير من الألبومات وكمان قدم عدد من الأغاني، واللي تميزت بالبساطة في الأداء والمرح وكمان أيضا تميزت بالإيقاع الراقص. من الأغاني اللي قدمها كان الولد ده، قدم كمان نبع الحنان. تعالوا مع بعض نكمل لقاء كاميرا فلاش بالفنان والمطرب النوبي محمد أبو الشيخ، واللي هيكلمنا عن أهم أغانيه وكمان هيكلمنا عن أهم الألبومات الغنائية اللي قدمها على مدار مشواره الفني. تعالوا نشوف اللقاء ورجعنا مرة كمان. ده محبوب جدا ومنتشر جدا جدا، ودليل على ذلك إن أنا لما سجلت ألبوم بتاعي بتاع الولد ده يعني لغت إحساس مع الناس والناس حبوها جدا، واتعرفت من خلال أكتر من خلال الولد ده واخد بالك. انا عامل حوالي 7 ألبومات في كتير بقى مع اسماء مثلا زي شعر احمد الشتا مثلا وعصام كاريكا واحمد مرزوق، اسماء كتير يعني مش هتذكر منهم كتير قوي عشان الاسماء كتير قوي بصراحه يعني واخد بالك، لكن الاغلبيه كانت من شعراء ان انا يعني بدات معاهم من اسوان، الشاعر فتحي محمود صالح والشاعر نجم الدين موسى والملحن محمد عبود، دول يعني اساسيه بالنسبه له، كان بدايتي معاهم من خلالهم يعني تعرفت من خلالهم يعني هم دول. لا مش هيقدر احدد الاغاني طبعا يعني، لان هو مميز باللون الخماسي السلم الخماسي اللي هو يعني ما فيهوش ربع تون واخد بالك، او غير السلم السباعي، فالغالبيه الجنوب هناك بيغني السلم الخماسي زي اللي غنيت لك منه بتاع ليه تهجرني يا جاسي ليه ومثلا وهيجنني الولد ده، كل ده حاجات خماسيه واخد بالك. لكن في حاجات تانية بتتعمل يعني، مثلا كنت عامل حاجة عن الأم من أول كليب كان بتاع اللي هو أنا عملته بتاع الولد ده كان ظاهر فيه بالطاقية دي،
فخلاص يعني لا ما غيرتوش.